صباح الخير عليكم، صباح النشاط وصباح الحيوية، صباح الأجواء التعليمية الجميلة. اليوم راح ناخذ جولة نتعرف فيها على وين؟ على مدارس الخطة الأهلية، خليكم معنا. مدارس الخطة الأهلية طبعا من أكبر المدارس اللي موجودة على مستوى المنطقة، طبعا متأسسة من عام 1414، وهذا مجسم إلى نفس المدرسة. طبعا هي عبارة عن مجمع كامل يضم ابتدائي ومتوسط وثانوي. هذا المدخل حق الابتدائية وهو المدخل الرئيسي، وهنا مدخل المتوسطة، وهناك ثانوية، في صالة رياضية طبعا وملاعب ومسبح. ناخذ الآن جولة ميدانية نتعرف عليها أكثر وأكثر. يا سلام على الأولاد وهم طالعين للفسحة، ما شاء الله تبارك الله. طبعا المبنى مرة ضخم، احنا راح ناخذ جولة سريعة، خلينا نشوف شكل الفصول الدراسية من الداخل. السلام عليكم أستاذ، يعطيك العافية، ما شاء الله تبارك الله. وهذا معمل اللغة الإنجليزية، طبعاً جميع الفصول عندهم مجهزة بوسائل التعليم الحديثة، بروجيكتر، سبورة إلكترونية والسبورة العادية. وهذا مختبر العلوم، الشيء الجميل هنا أن الطالب يعيش التجربة العلمية كاملة، مجسمات ووسائل تعليمية، مكان حلو وتفاعلي. وهذه غرفة الفنية، ما شاء الله تبارك الله، شوفوا كيف الأعمال الفنية الجميلة، يا سلام. هنا الطالب يبدع، يصير فنان صحيح، ما شاء الله. خلينا نشوف هذا القسم، وهذه المكتبة، ما شاء الله تبارك الله، مكتبة ضخمة ومتنوعة، يا سلام. صورنا الأجواء التعليمية، خلينا نشوف الآن الأجواء الترفيهية، وهذه صالة الرياضة المغلقة، يا سلام. وهذه حصة الرياضة، ما شاء الله تبارك الله. طبعا الملعب حلو، هذا الطلاب يسخنوا قبل ما يبدأوا لعب. وعندهم طبعا حافلات نقل مدرسي من المدرسة إلى البيت، إلى جميع المراحل وإلى جميع المناطق. إن شاء الله استمتعتوا معنا في هذه الجولة القصيرة. طبعا يوم الجمعة القادم 13 جمادى ويوم السبت عاملين open day، أولياء الأمور تقدروا تجوا تتعرفوا على المبنى، المرافق، البيئة التعليمية، تعرفوا كيف التسجيل. طبعا راح يكون يوم الجمعة من الساعة 4 إلى الساعة 7:30. حياكم.